ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال، جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين ليقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. هنا جماهير بايرن ومعقل الكبير والجميل ملعب إلياس زارينا، تحفة معمارية بأتم معنى الكلمة، واحد من أفضل ملاعب أوروبا على الإطلاق. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. كوتينهو يتسبب في احتساب المخالفة. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. كوتينهو، كيميتش يلعب كرة بينية، ينجح في تمريرها إلى ليفاندوفسكي. فرصة مهمة للعب الكرة العرضية. كوتينيو يتدخل ويقطع الكرة، يحصل على المساحة. هنا كرة عرضية، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. عدت الكرة، مولر، سولي يبعد الكرة عن مناطقه. فرصة سانحة للتسديدة. رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل، ردة فعل غير عادية. اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. كوتينهو في كرة ممتازة على الجهة اليمنى. كوتينيو فاتت ومرت وصلت إليه. كوتينهو يرفعها عالية. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. ساني يسدد الكرة، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. كوتينهو انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل امام المرمى، ابداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود افعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. غوريتسكا، مولر، ليفاندوفسكي. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. كرة ملعوبة إلى ليفاندوفسكي. يمر ويلعب مولر. تصدي رائع جدا من الحارس. مولر قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. تخرج الكرة إلى رمية جانبية. كوتينهو، ساني يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة. مولر وصلت إليه. ساني يحاول تمريرها من بين المدافعين. ساني، روبرت ليفاندوفسكي. أوه، تدخل جميل واعتراض أجمل. ساني يحاول فك
شفرة دفاع الفريق الخصم يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. كوتينهو يتسبب في خطأ. كوتينيو مع كرة خطيرة وفرصة للتسجيل، يبحث عن المهاجم. كوتينهو، روبرت ليفاندوفسكي يسيطر على الكرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. توماس مولر. فريق تقريبا بدون تركيز في مباراة اليوم، كثير من التمريرات الخاطئة. ساني يحاول أن يلعب ليفاند، كرة في المرمى، جول. لمسة الأخيرة كانت من أروع ما يكون، براعة كبيرة في التمويه، في المرور بشكل جميل أمام حارس المرمى. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. لمسة بينية تلعب الكرة إلى الأمام. وصلنا الآن إلى منتصف المباراة، إيقاع عالي جدا، قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم، تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في هذا اللقاء، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. بايرن ميونخ يغير كل شيء في هذه المجموعة يلعبها مولر. يا إلهي، جول! الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. ساني، كوتينيو، كوتينهو، مولر سيحاول استلام الكرة، قد تكون هنالك شوية مساحة خالية. مرت الكرة. يا إلهي، تدخل جميل في اللقطة الأخيرة. كينغزلي كومان، والكرة في اتجاه المرمى. لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة. تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. ليفاندوفسكي، تغيير لاعب على الأجناب. كوتينيو، كوتينهو لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا. توماس مولر، تمريرة ليفاندوفسكي، كرة طولية إلى الأمام. ساني يحاول أن يلعب كرة بينية، ليفاندوفسكي. ساني على تنفيذ الخطأ.
كولر يتقدم بقوة بدنية كبيرة. توماس مولر يحتسب الحكم ركلة حرة. كوتينهو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. مولر، ليفاندوفسكي، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يمر ويلعب كرة بينية، يبعد الكرة إلى بر الأمان. كوتينهو يلعب كرة بينية، مرت الكرة بشكل جميل. مولر، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يلعبها طويلة، كيميتش، كثير من التمريرات لكن بدون فاعلية تذكر، سيطرة يمكن اعتبارها سلبية. يحاول تمريرها من بين المدافعين، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. لاعب يستحوذ على الكرة، انطلاق الآن إلى الأمام. ليفاندوفسكي، كوتينيو يمر ويلعب كرة بين ليفاند وينجح في تسجيل الهدف. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. تغييرات الآن، محاولة المدربين الاستفادة من الأوراق الرابحة، تحسين وضعيتهم في هذه المباراة. يتواصل اللقاء وأصبح الفارق هدفين. ينطلق إلى الأمام بسرعة، مرت الكرة، يا لها من فرصة خطيرة. رائع جدا في التحكم، في الركض بالكرة، في لمس الكرة، وأيضا في تمريرها. كومان، كيميتش، توليسو، كرة إلى الأمام، تدخل قوي. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يلعب كرة بينية. كينغزلي كومان، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. كانت اللمسة الأخيرة تدرس وتنطلق صافي.